حكيت الكتاب الضخم فيه تصويره كبيره كاين يكواتر بالالوان وملوطه مكتوب الحدث بما فيها واحده مكتوب 14 مايو 1610 الملك نتاع فرنسا اونري كاتر قتلوا واحد باباس اسمه فرانسوا رابياك ومصورين واحد شخصيه واحده كي يظهر واحد يقتل. ما صدقت ربي في الوقت وجات مدام جوردون دخلت للدار بالباب بالمزاز عيط يا نانا شفيك قلت يا نانا راه لقيت كتاب عند بيرو فيه لي ملك نتاع فرنسا فما باباس قتلو. حطت يدها على كتفي وقصرت لي خزره عمري ما ننساها وما نسيتهاش ابدا. قالت يا محمود يا ولدي اللي صاير في بلاد الروامة ما يهمنيش، وقتي تعرف شنو اللي صار في بلادنا نهارتها قولهولي. دخلت كاين واحد صب عليا الصلمة بارد، دخلت البيت انا مسك قعدت وكئيب ومفطومت اللي هي جات نانا قالت يا محمود هاو خالتك ربح. مش خالتي، هي مرأة بدوية بالملية تجي مرتين ثلاثة في الشهر تعاونها في غسيل الصابون. هاي باش تكلمك. قالت يا محمود انت تحب الحكايات تاع قبل، هاو عندي جارتي امك مهنيه ام علي الرفاعي عمرها 100 سنه في الاقل تعرف كل شيء على خير الدين وعلى خزادار وعلى الفرنسيس وتعرف كل شيء، اذا تحب تو نجيبوها. نانا قالت نجيبوها، قلت اي جيبوها. قالت ما لا تو نجيبوها، تو نهار لحد نجيبوها. جات امك مهنيه عندها عكاز ولابسه مليه وجهها مكمش، نظرتها كاسحه وترى مليح ماهيش طرشه، كي تحكي لها تنشدها تعاود لك نفس الكلام بعد نهار ولا بعد شهر، الذاكره نتاعها هايله ياسر. قالت ايش نحكي لك؟ نحكي لك على ابو براك، نحكي لك على عام بنا خذاهم، نحكي لك على البيات اش عملوا فينا، نحكي لك على خزنه دار خراب الدار، نحكي لك على خير الدين خراب الدين. كيفاش؟ قالت ايه ومنين تحب نبدالك؟ نبدالك من توا شريت ركبتها. هاي نهارتها نانا قالتها لا توا ما تبداش، هاي اندراش عطاتها والكل وتفهمنا باش تولي تجي وتبات حدانا. ولهذا حليت عينيا في التاريخ العظيم المزعج، وفي حاجات بهين برشا حاجات بهين على الشجاعة بتاع التوانسة وعلى الصبر وعلى التعاون. وأخطر حاجة نحكيها توا على خطر أثرت عليا ياسر، قالت لي راهو البيات فكونا 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 حتى ينولى واحد ما عادش يرحي، على خاطر البوليسيه نتاع البي يفطنوا يدخلوا يقولوا واش ترحي فيه، ينحي له شكاره ولو فيها صاعة شعير. ولهذا خفنا وسمعنا لي ياكلوا في العباد بالجوع هكا. اي قالت لي ولهذا لمينا رواحنا وهبطنا لتونس، عندنا ناس يكونوا منا. بعد نهارين احنا في الدار ونسمعوا في واحد يعيط يلي تحب اللحم يلي تحب اللحم ولدي علي، هي وقتها عرست وعندها علي هذا اللي عاش اللي خلط عليه عمره 80 سنة. حل الباب قالوا عندك؟ قالوا ايه ترى ورينا. قالت لي امك مهنية انا هو شقق الباب حل الباب وانا مشقق الباب ونخزر، دخل يدو الراجل الشكارة وجبد يد متاع عبد وطابق متاع عبد صوابع ونقول بالفجعة دز الباب هو ولا طح وهي طاحت دايخة. قالت لي بيعوا في اللحم متاع العباد، تسكر الأعمال متاع البيات اللي ناس وياكل حشيش ويعملوا ووصلوا يعيطوا يا ربي خلط علينا وخلصنا وبعد عينا. وحتى وكان جيب الكفار عز الفجار راهو قتلونا والكل. ومنوبة قالت لي الجبانة اللي على الكياس هذيك بالموتة بالجوع هايك بلاش حيوت، والجبانة في سيدي العربي والكل بالفعل فما برشا شباب، والجبانة الصغيرة متاع سيدي بالأبيض اللي هي عبارة تربة هذيك تملات. قالت لي هذاك من عام بوبراك اللي يبرك واحد بالجوع ويطيح ويقعد حتى شكون يشكركر والكل يعملوا حفرة يدفنوه. هذا توا نقول لك بالحاجة بالحاجة ونتفكر وما ننساش، وكي تدفني كي تسألني نعاود لك نفس الكلام. يا أمي مهني يا بارك الله فيك عايشك والكل. وقعدت أيامات عام 1934 وأنا نتفكر كلمة نانا تقول لي وقتي تعرف شنو اللي صاير في بلادنا قولهولي. هذا هو
السبب اللي أنا من عام 1934 مغروم ونبحث ونقرأ ومش نقرأ اللي جي لا اللي صار في بلادنا.